دينا بايجي عاملاه انا وبارتنر اسمها ياسمين دجاني. احنا الاثنين بنصمم وبننفذ صناعه مصريه. احنا باسبارتو اللي هو الصبح وبعد الظهر ما بنعملش حاجه سواريه، انما بنشتغل كاجوال يعني. باكل كل حاجه يا جماعه بس بتحرك كتير، برقص وبمرن رقص وبلعب تمارين عادي يعني، بلعب بطن ظهر عادي. هو اهم حاجه في الموضوع كله ان كل واحده تعرف ايه اللي لما بتاكله بيتخنها. في ناس البروتين بيتخنهم، في ناس الخضار بيتخنهم، مش كل الناس ينفع تاكل بروتين وخضار علشان تخس. ممكن ناس تكون بتخس بالنشويات، فلازم يعرفوا الاول ايه اللي بيتخنهم وايه اللي بيخسسهم عشان يعرفوا يمشوا على اساسه. بنام كويس، لازم كل الناس تنام 8 ساعات، وما بعملش حاجات كتير يعني، بعمل بس بوتوكس، ما بعملش حاجات كتير في وشي لان اللعب في الوش كتير بيبوظه. وباخد فيتامينز كويسة وبحافظ على نومي أهم حاجة. والله زمان وأنا صغيرة كنت بشوف إن مثلا 30 ده بعيد قوي، فكنت بقول لك كفاية لحد 30. دلوقتي لأن أنا ابتديت كمان بعد كوني برقص يعني، كمان بدرب، أنا بدرب بقالي عمر طويل، فلو وقفت لايف شو هبقى بدرب إن شاء الله.